شيخ عقل دار طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبو المنى، أولا ما بعرف إذا ممكن نقول مساء الخير، إنه مساء من الحذر والترقب يسيطر على لبنان والمحيط العربي ككل، ولكن سمعنا في الوقت نفسه مواقف في الساعات الأخيرة إن منكم وإن وأصوات محيطة أيضا تطالب بتحقيق دولة شفاف فيما يتعلق بهذه المجزرة الرهيبة، ولكن وفي الوقت نفسه هناك علامات استفهام حول ما إذا كان هذا التحقيق سيترك شفافية معينة في ظل التحكم الإسرائيلي باللعبة الدولية. وشهدنا التصفيق الحار لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونغرس الأمريكي، هل تثقون بهذا المطلب الذي ترفعونه اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أهلا وسهلا. شكرا. نوجه تحية لأرواح الضحايا الشهداء ونقول لهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، عسى أن يكونوا أحياء عند ربهم. هذه المجزرة المدانة بكل ما للكلمة من معنى والمستنكرة التي حصلت في إطار هذه الحرب على غزة وعلى فلسطين وعلى جنوب لبنان، طبعا هي عملية مدانة، عملية إجرامية بكل المقاييس، لذلك نحن نستنكرها. وطبعا وطلبنا منذ البداية عدم تسييس هذه المأساة يعني زرع الفتنة فيما بين الطوائف وعدم توجيه الاتهامات جزافا. وكان موقف أهلنا في الجنان موقف مشرف في أنهم يعني وكأن هذه المأساة، هذا الجرح العميق قد أيقظ فيهم هذه الأصالة المعروفية العربية الوطنية، فانتفضوا مجددا ليرفضوا العدوان الإسرائيلي وليرفضوا زجهم في فتنة داخلية، وهذا موقف مقدر. وأيضا القيادات في لبنان وعلى الأخص موقف وليد بيك جنبلاط كان موقفا حكيما لمحاولة محاصرة هذه المحاولة، محاولة زرع الفتنة. اليوم التحقيق طبعا مطلوب كما في كل عملية، يجب أن يكون هناك تحقيق للتأكد من هو مسبب هذه العملية، من هو الدافع، من هو المنفذ. ولكن ما حصل قد حصل، علينا أن ننظر إلى المستقبل، أن نفكر بكيفية مواجهة مثل هذه الحالات، وعسى أن لا تتكرر. مطلبنا هو مطلب الجميع، هو وقف الحرب ووقف هذه الأعمال، أعمال العنف. ما حصل في غزة شيء ربما من النوادر أن يحصل في التاريخ. كيف تترك إسرائيل بهذه الحرية من التصرف الهمجي؟ هذا شيء مستنكر. ثم ينبري رئيس وزرائها على منابر عالمية ليحرف ويغير في الوقائع وليحرض على الشعب الفلسطيني، هذا شيء مستنكر طبعا. نعم، ولكن سماحة شيخ العقل، كيف ستواجهون هذا الواقع وهذا التكتيك الذي تعتمده إسرائيل؟ يعني اليوم نلاحظ أن هناك موقف درزي في لبنان يمثله الزعيم الدرزي وليد جنبلاط بالتمسك بالمقاومة وبحزب الله كونه مقاومة لبنانية، وفي المقابل سمعنا موقفا للشيخ موفق طريف الذي يعني إذا بدنا نقول أعذره للزعيم وليد جنبلاط أنه كونه عنده وضع داخلي يبرر له موقفه، وهو لا ينسجم ولا يؤيد هذا الموقف، فكيف تتعاطون مع هذا الواقع؟ طبعا كما نحن هنا في لبنان، هذا الموضوع يعود للسياسيين والقيادة السياسية قبل أن يعود لنا، لكن كما أن وليد بايك هنا يؤيد الدفاع عن النفس والرد على العدوان الإسرائيلي، وبذلك هو يعذر المقاومة في هذا الأمر ويؤيدها، لكنه يدعو دائما إلى عدم الاستدراج، إلى توسع الحرب، عدم الاستدراج. إذن هو يتعامل بحكمة مع الواقع، يتعامل بحكمة. بالنسبة للشيخ طريف، هو أيضا هناك لديهم واقع معين،
يحاول أن يتعايش مع هذا الواقع. لكننا نحن دائما قلنا ونقول أنه لا يمكننا أن نخرج من ثوبنا العربي الإسلامي. هذه هي هويتنا، هذا هو انتماؤنا، هذا هو تاريخنا، هذا هو إرثنا. لا يمكن مهما كان أن ننسى هذا التاريخ. ربما هذه الحادثة أيقظت فينا كما قلت الأصالة العربية، التاريخ، الهوية، الانتماء. هذا ما يجب أن يرسخ في ذهن أبنائنا وأطفالنا وأجيالنا، لأنه مع الوقت إسرائيل لها مخططاتها، يمكن أن تحرف هذه الطائفة أو تلك الطائفة، هذه المجموعة أو تلك المجموعة عن جذورها. مهما تطورنا ومهما تعاطينا مع الواقع، لكننا لا نقطع جذورنا. برأيكم سماحة الشيخ، هل رمي إسرائيل المسؤولية على حزب الله في مجزرة مجد الشمس هدفه إشعال فتنة درزية شيعية تبدأ في لبنان ولا نعرف أين تنتهي؟ هذا يعني ما تبين، وهذا يعني هو الظاهر في من يقرأ، لدى من يقرأ هذا الواقع. هدفها خبيث، وهذا يجب أن يواجه بمزيد من التماسك الداخلي، بمزيد من الحكمة والوعي. لذلك نحن لا يمكن أن ننجر أبدا، وندعو أهلنا هناك أيضا ألا ينجروا إلى أي فتنة طائفية، ونحن هنا لا يمكن أن ننجر إلى فتنة طائفية مع أخواننا الشيعة. وقد تلقيت عدة اتصالات من رئاسة المجلس الشيعي ومن شخصيات شيعية ومن شخصيات لبنانية أيضا ثمنت هذا الموقف. تخيل لو لم يكن هذا الموقف قائما، لو أننا انجرفنا مع مثل هذه المحاولات وتصادمنا مع أخواننا الشيعة، هل هذا يكون في مصلحتنا أو في مصلحة لبنان؟ طبعا لا. مار بشارة بطرس الراعي، أظن قلبيا يتصل بنا ولكن لم يتصل هاتفيا. في عاتب نعرف معين؟ أنا لا أعاتب أحدا، لأنه لم نفتح أبواب دار الطائفة لاستقبال المعزين والمتضامنين، فليتضامن من يتضامن مشكورا، ولكن لا ألوم أحدا. هل تنسجم مع موقف رئيس الحزب التقدم الاشتراكي السابق بأن حزب الله مقاومة لبنانية وأنتم كدروز متمسكون بهذه المقاومة؟ نريد أن نفصل المقاومة اللبنانية عن فصائل المقاومة الأخرى في المنطقة أيضا. هم لهم حيثيتهم، نحن لنا حيثيتنا في الجبل، نحافظ على هذا العيش المشترك في الجبل وعلى هذه المصالحة التاريخية، ولا نريد أن ننزج في أي حروب. المقاومة في الجنوب مشروعة لأنها تحاول أن تدافع عن أرضنا، هي مقاومة دفاع وليس التعدي، وكل عمل فيه نوع من الدفاع وليس من التعدي فهو مقدر. لكن الرسالة كانت واضحة من الجميع أنه يجب أن لا نوسع وأن لا نفسح المجال للعدو الإسرائيلي ليزيد من همجيته ومن جنونه، بقدر ما نكون على جانب من الحكمة والوعي وتدارك الأمور، فهذا يكون أفضل لأهلنا في الجنوب ولكل لبنان. هل اتصلتم بحزب الله وأبلغتموه بهذا الموقف؟ هل قلتم بحزب الله بأن هناك ضرورة لتدارك أي خطوة استباقية يمكن أن تؤدي إلى الأسوأ؟ بالطبع طبعا، هذه رسالة دائمة نحن من خلال إخواننا المشايخ والمجلس الشيعي وأصدقائنا نوصل مثل هذه الرسالة طبعا، وهم يعرفون ذلك، وهم أيضا يدركون أن وهم يتعاملون بحكمة كما أرى، وهم لا يتجاوزون قواعد الاشتباك كما تسمى. هذه هي رسالتنا، هذا هو نداؤنا، وهذا هو أملنا بالجميع أن يتداركوا الأمور. سماحة الشيخ، بعد مجزرة مجد الشمس هناك تساؤلات عدة طرحت إن في الإعلام أو في اتصالات تلقيتها من قبل بعض الذين علموا بهذه المقابلة، أن هل هناك أشخاص دروز يحملون الهوية الإسرائيلية في الجولان أم هناك تمسك بالهوية العربية والإسلامية في هذه المنطقة؟ يعني في 82 حاولت إسرائيل يعني أن تفرض الهوية الإسرائيلية، لكن أهل الجولان انتفضوا. اليوم ربما تكون هناك قلة منهم، مجموعة منهم تحمل الهوية الإسرائيلية. هناك واقع معين
هناك مجالات العمل، مجالات التعاطي في الحياة العامة تفرض عليهم ربما أن يحملوا مثل هذه الهوية، ولكن معظم أهل الجنان ما زالوا متمسكين بهويتهم العربية السورية، وهم عند كل حادثة يظهرون مثل هذا التعلق بالهوية. حصلت حادثة ما تسمى المراوح الهوائية أو منذ مدة، وكانت انتفاضة، رفض درزي تام لإجراء هذا المشروع لأنه ربما يعتبر جزء من مخطط للسيطرة التامة على هذه المنطقة. أريد منكم سماحة الشيخ أن توجهوا رسالة مباشرة إلى دروز لبنان ودروز سوريا في هذه اللحظة المصرية التي نمر فيها. طبعا أنا يعني رسالتي إلى أهلنا في كل المناطق، في الجولان، في سوريا، في لبنان، في فلسطين، هناك ثوابت يجب أن نتمسك بها مهما حصل من تغيير، ومهما حصل من تطورات، ومهما حصل من تحديات، يجب أن نتمسك بثوابت المعتقد الديني، الإيمان، أن لا يتزعزع الإيمان، بالعكس أن تزيدنا المصائب إيمانا، أن يتمسكوا بالأخلاق والقيم المعروفية التي سمينا على اسمها بني معروف، وأن يتمسكوا بالأرض، بجذورهم، بوطنهم، بتاريخهم، بتراثهم، أن لا يتخلوا عن ذلك مهما صعبت التحديات. والله هو الراعي الصالح، عسى أن نكون في مأمن، وعسى أن يكون الجميع في مأمن. لذلك نحن نطالب بوقف تام للحرب على غزة وعلى فلسطين وفي الجولان وفي جنوب لبنان. في السابق سماحة الشيخ أيدتم الحياد الإيجابي الذي رفع رايته البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، ولكن اليوم ومع كلام الزعيم وليد جنبلاط أصبحنا بعيدين جدا عن مفهوم الحياد. يعني عندما تدعمون المقاومة اللبنانية التي يمثلها حزب الله، يعني كأنكم تعطون الثقة لحزب الله بأن يقوم بما يتناسب أو بما يراه مناسبا في المرحلة المقبلة. اليوم نحن نعيش بظروف استثنائية، حرب على غزة لم تحصل كما قلت ربما من قبل. نحن يجب أن نتعامل مع الظروف بواقعية. هل تريدنا أن نستسلم أمام العدوان؟ نحن لا ندعو حزب الله والمقاومة إلى أن يقوموا بأعمال تصعد من هذه العمليات الحربية، ندعوهم إلى تدارك الأمور وألا يستدرجوا، ولكن لا نقول بأنه من الخطأ مقاومة العدو، لا، من الصواب مقاومة العدو لكي يعرف أن هناك شعبا متمسكا بأرضه، وأن هناك شعبا مقاوما مستعدا للدفاع عن أرضه. لذلك نحن مع الحياد دائما، الحياد عن كل ما يفرق كما قلت، ومع الانحياز إلى كل ما يجمع. نحن مع التفاهم، مع التلاقي، ويجب أن لا تلهينا الحرب عن التفكير بواقعنا اللبناني. لماذا لا ننتخب رئيسا للجمهورية؟ لماذا لا نبني مؤسساتنا؟ هذا يحتاج إلى أن نلتقي، أن ننحاز إلى الوحدة الوطنية، وأن نكون حياديين عن كل ما يفرقنا. لذلك لا يجب أن تكون قصة الجنوب عامل تفرقة، بل يجب أن نلتقي لأنها مصلحة وطنية. سماحة الشيخ، بعد مجزرة نجد الشمس هل أصبحتم متيقنين بأن لبنان وتحديدا الدروز، كونكم تمثلون اليوم طائفة الموحدين الدروز، أمام سيناريو من إعادة رسم خرائط قد يدفع ثمنها الدرزي اليوم؟ يجب أن نتحسب لكل أمر، هناك من يخطط، وهناك يعني كيانات، الكيان الصهيوني كيان يعني يريد التوسع دائما، التوسع والعدوان له مخططاته. نحن نريد أن نعيش بأمان، نحن نريد أن نعيش في دولة آمنة قوية عادلة، دولة تحفظ حق الجميع، دولة التنوع. لبنان بلد التنوع، بلد الحوار، بلد العيش الواحد، بلد الصيغة الجامعة للجميع. يعني نسأل الله تعالى أن يقدرنا أن نحمي هذا البلد، أن نحمي هذا التنوع، وأن نكون معا في مواجهة أي عدوان، ولسنا متفرقين. هناك مخططات ربما، ولكن ما باليد حيلة إلا أن نكون موحدين، وإلا أن نحض ونحث
أبناءنا على التمسك بثوابتهم، بوطنهم، بأرضهم، بجذورهم، جذورهم الروحية، جذورهم التاريخية، وبتراثهم الوطني. هل تحلمون من إسفين قد يدقه الإسرائيلي بين طائفة أو طائفتين أو ثلاثة في لبنان كي يشعلها؟ في كل لحظة نخشى من ذلك، لأنها تقوم على التفرقة، دولة تقوم على التفرقة، لكننا نستطيع أن نصد هذا الإسفين وهذه المحاولات بوحدتنا الداخلية، بتفاهمنا. لذلك أنا ألتقي دائما مع غبطة البطريرك، مع أصحاب السماحة، مع الشخصيات من كل الطوائف، نلتقي لأن رسالتنا واضحة، نحن مسالمون ونحن دعاة وحدة وطنية ولسنا دعاة تفرقة. يعني شكرا لكم على هذه المقابلة، للأسف أنها أتت بعد كارثة مثل كارثة مسجد شمس. أرواح الشهداء، وندعو بالسلامة للجرحى، وندعو أهلنا في الجنان أن يبقوا متماسكين وموحدين. لا نتمنى إلا للبنان والمنطقة العربية إلا كل خير لا شر. شكرا لكم سماحة شيخ العقل.